خلينا حتى على فرق الامكانيات اقصد. خلينا ما انا بتكلم خلينا اقول لك النهارده انت تكسب كده. المشكله الكره المصريه في السنين الاخيره دي الروح اللي موجوده في اللعيبه مش موجوده بشكل كبير. يعني بتلاقي اللعيب مثلا في النادي متالق شوف مثلا مباراه الاهلي والزمالك الروح عاليه جدا بالنسبه للعيبه الاهلي والزمالك يعني زي ما كده بياكلوا النجيله الاخيره مثلا يعني انا بتكلم في مباراه الاهلي والزمالك بشكل عام حاجه استاذ رامي بتلاقي نفس المستوى ده مش موجود مع الاهلي حاجه بصراحه الروح دي المفروض تبقى موجوده في كل اللاعبين في الدنيا مش بس في لعيبه مصر ولا الاهلي والزمالك فالروح دي حته على جنب لكن انت بقى لو اتكلمت على امور فنيه ومستوى فني ومستوى بدني للاعبين فاحنا لا احنا متاخرين خلينا واقعيين يعني كلاعبين ككواليتي لاعب حتى اللاعبين في الاهلي والزمالك بتتكلم عن الروح كان الروح شغاله حلوه بس الكواليتي مع المنتخب كريم انت عندك 90 دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك ممكن تطلع منهم 30 دقيقه ممكن يكون فيهم لاعب صح 30 دقيقه مش كنت عايز تقولي مع المنتخب ايه يا استاذ رامي بالنسبه للمنتخب انا بتكلم على الروح الفتره الاخيره أيوة يعني ما فيش روح ثانيا والاهم هل لو كابتن ايهاب جلال مش موجود مع المنتخب في مباراه اثيوبيا واللعيبه دي بتلعب بدون مدير فني ما تقدرش تفوز على اثيوبيا لا طبعا بس فالمشكله برضو مش عاوزين نحمل كابتن ايهاب جلال انا مقتنع ان بص انا وخلي بالك برضو مباراه كوريا الجنوبيه لعيبه مش مباراه كوريا الجنوبيه برضو ما اثير والتصريحات يمكن استاذ جمال علام قالها قبل هذه المباراه وتلميحه بالاطاحه بالكابتن ايهاب جلال اثرت بشكل كبير جدا 100% على الكابتن ايهاب جلال واللعيبه نفسها انا كان نفسي نطول اكتر من كده والله الحوار ممتع جدا.